لا فيريتي في الحقيقه باش نكونوا واقعيين انا ميت ان راجا كانوا كانوا رفونا دوزيام ميتون جو بونس كو ما فهمتش هادشي دابا كنتو اقرب من مرة كنا اقرب بون سي با غاف اون توكا اون اي ان بون ماتش ان بون سبيكتاكل جيسبر كو لا ديسلوكاسيون غادوز مزيانه بلا مشاكل الحمد لله زعما اوني كونتون دو جو اوني كونتون ديال لا كومباتيفيتي ديال اللعابه جو بونس كو لا دوزيام ميتون ميريتي فريمون لي 3 بوان بون سي با غاف ماشي مشكل الرجاء اي 3 بوان في التوتال سي با غاف كما هير اليوم ديال مجلدي ما شفناهاش كيف معوداتنا كتهرب كثير فين عوداتنا انا شحال هادي ما بقيت كنشوف دونك اش غادي نقول لك مازال الامل يبقى وان شاء الله نتمنى الجمعه ان شاء الله اداء معجبك الاداء جميل l'esprit ديال اللعابه ايتي بون يا بابي فاش جو بونس كو زعما فرانشمون واش نقول لكم واحد الحاجه ماشي 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 عيب اننا درنا التعادل مع الرجاء اللي عيب اننا خسرنا مع فرقه اللي خسرت لهم باربعه هشام اليوم الاداء ديال بن حليب شفنا في الدوزيام ميتون شوف بن حليب reviendra et reviendra en forme vous avez vu que la deuxième mi-temps il a fait une très bonne entrée bon l'action elle a été initiée déjà par Ben Halib Rachetou qui fait chouette il a pu faire la percée qui nous aide un crochet de plus mais en tout cas il méritait de Derar il a une petite blessure et j'espère que Inch'Allah le match de Touaga c'est le meilleur et qu'il va être bien ألا نكون المحمدية نحشم تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لوماتان سبورتس نظرة جديدة للصحافة الرياضية